السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ سابقا نشرت الفيديو على ذن الخرزات وما عرفت شنو. جيت الحجي والحجي يعرف الهن، الحجي يموت على التراث القديم والقعده وياه حلوه كلش. راح يشرح لنا عليهن شنو هن ذني، شنو بالتفاصيل كلش، وهم يشرح لنا على الشغله وعمله شنو هو. بس في خلي لايك. وسهلا بك حجي في جوال قلبك. اهلا وسهلا. احنا عندنا هنا عند ذني، بس اريدك تشرح لي عليه شنو هو هذا ذني الخرز. الخرز حجره، هذا حجر مضبوط قديم جدا، وهذه حجره قديمه، حجرة قديمة أثرية مال ملاقط، مال يشن يسمونها. هذا أعتقد يفيد الأعصاب والخدر وللمفاصل، وبنوع من الرزق هذا أعتقد. حجي أنا ذني لقيته. هم أصور في البكان بالجزيرة. ولقيت المدفونات. ما ذبيت نعجبه انه قلت خلنا اشوف يعني. هذا قديم جدا، عصور قديمه جدا، لقيت البكان قديمه. نعم عمر كبير. وكذلك هذه الحجره هذه للغواصم، هاي يشيلوها الغواصم مال اطفال، مال اطفال حتى كبار، ويشافها مال لوزتين. وكذلك هذا تفيد الجهاز العصبي، هذا تفيد الأعصاب والجهاز العصبي. هواي حجر كثير، حجر من السليماني. يعني قلنا عادي استخدمه احطه بجيبي او البسه. عادي ما فيه مضره، كل مضره ما فيه. ما فيه، انا خوفوني من يمين قال هذا يصير شيء. كل مضره ما فيه، لا تخاف. هذا حجر في اسرار ربانيه، في حارات، في يقولون سوالف الخرز والهاي، يمكن يقول سوالف على الجني، اصلا الجني صح هاي لو غلط يعني المعلومه؟ والله اكو بهن، اكو احجار صحيح بهن مدفون جن، صحيح جن، واكو ناس تصدقها واكو ناس تكذبها. اي بس هي الاحجار ربانيه خاليه من اي شواذ، الله خلقها يعني من جبال، من الحفريات، من ليشين القديمة وكذا، خالية منها، ما يدخل بها جن. أكو بها نوعا ما يعني نادرا تجي، محبوس بها جن أو بها جن، الجن متوفر موجود في أي مكان، كل مكان يسكن. وهنا في سباح وجات هسه المحل مال حجي. السوق مال قضاء على الغربي، شغلته بس سبح وخرز، ويعني يسوي السبحة. يعني محل عبارة عن تراث قديم، كل يعني أشياء حلوة ما فيها أي شيء. محابي هسه شوفوا هاي السبحة قاعد راح يشتغل كم ليش؟ حجة ساق بدي بالخيط مالت. نعم بدي الخيط وخليها كركوشة. السبحة جاءت كلمة سبحة من السبحة، والسبحة من سبحان الله، جاءت كلمة السبحة من السبحة يعني سبحان الله. السبح أنواع أعداده، فيهن 101 وبيهن 51 وبيهن 33. 101 للسبحة سبحان الله سبحان الله، وأكو بيهن 33 للكشخة للفتى العربية والرجل الكبير العربي 33، واكو 51. والسبح انواع، بهن كهرب، بهن سندلوس الماني، بهن سندلوس تركي، اكو سندلوس نجفي قديم، واكو بالكهرب بالماني بروسي ببولوني، واكو الانواع، واكو كهرب اوكراني، اكو كهرب مصري. والسبح انواع بحر، واكو عقير، واكو لازورد، واكو كهرمان، اكو كهرمان، واكو عاج، سبحة عاج. كل من ونوعه كله. والمتوفر الان السبح اللي صار المصري
المصري. المصري السباح السعودي القديم الذي يصنع في السعودية تركوه لأنه ما توارثوها الأجيال، ما توارثوا المهنة لأنه متعبة. دوروا وظائف في مهندسين في دكاترة أشياء عافوها الشغل، فظلت تراث لطيف قلما. والسباح القديمة تتداول هنا 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 وهنا فينا نفسي، ما هو تصنيع قديم، تصنيع في القاهرة مصر خان الخليلي أو حي الحسين يصنعون أنواع التحفيات. هذا مشهور بمصر خان الخليلي حي الحسين، مشهور هاي الأسواق، الأسواق في مصر. أكو مصري سندلوس مصري، أكو عقيق، عقيق يمني، عقيق خراساني، عقيق مصنع، أكو عقيق مصنع، أكو عقيق مال ملاقو، هاي أنواع السواق. نعم، وإحنا بخدمتكم وأهلا وسهلا فيكم. دول قلبك حجي. مرحبا حجي، سؤال. نعم. ولو أنت يعني الناس نعم. جاي تشتغلوا نعم. خارج السبح وخارج ال نعم نعم هاي. نعم. قالوا عليك يا كاتب شعور. إي أكتب شعر. أكتب شعر. أكتب. بس هسه فرصة ما في نوبات. ما تقعد وحدك. أكتب شعر شعبي وشعر عمودي أنا أكتبه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الشعر الشعر مثلا. الشعر الحلو لطيف جدا. وفي لقاء آخر من تجي سوي لقاء أقرأ قصائد من نظم متنوع في كل المجالات منتبه. في لقاء آخر. هذا. وأنا ممنون. دوي قلبك. خدمتك. دول قلبك حجي. أهلا وسهلا بك. مية هلدي. الله يوفقك. مشكورين حجي. أهلا مرحبا. مية هلدي. أهلا وسهلا. زحمة عفو. أهلا وسهلا. مية هلدي. مية هلدي.